سلام الله عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنى تكونوا على خير وبخير، وتكونوا منهمكين في المراجعة، بمعنى آخر تكونوا كتاكلوا الوراق. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نجاوبكم على واحد السؤال كيتطرح بشكل كبير كبير جدا، وفي الأخير إن شاء الله غادي نعطيكم الدليل. إذا تبعوا معايا الفيديو وعلى بركة الله. إذا سؤال يطرح بشكل كبير جدا، واش الأحرار في حال الرسميين في الامتحان الوطني؟ الجواب هو نعم. هذاك الشيء اللي كيتعطى البكالوريا الرسميين في الامتحان نفسه اللي كيتعطى البكالوريا الأحرار. إذا غادي نشوفوا الدليل طبعا باش يعني تأكدوا من هذه القضية هذه. إذا شوفوا معايا، هذا امتحان الامتحان الوطني الموحدي للبكالوريا الدورة العادية 2016، الموضوع المادة اللغة العربية وأدابها، الشعبة أو المسلك شعبة الآداب والعلوم الإنسانية مسلك الآداب، مدة الإجازة 3 أسابيع، المعامل 4. واش عندنا شي حاجة هنا كتقول لنا بأن هذا الامتحان هذا هو للرسميين أو لا للأحرار؟ إذا واخا ندوز للدليل الآخر بعدا، وفي الآخر أعطيكم الاستنتاج. ها هو الدليل الآخر عاوتاني. الامتحان الوطني نفس الشيء، اللغة العربية وأدبها، شعبة الأدب والعلوم الإنسانية مسلك العلوم الإنسانية، المعامل 3، المدة الإنجاز 3. إذا واش عندنا شي حاجة في هذا الشيء اللي وريتكم دابا كتقول لنا بأن مثلا هذا الامتحان هذا هو ديال الرسميين وهذا الامتحان آخر ديال الأحرار؟ ما كايناش شي حاجة اللي كتقول هذه المسألة هذه. إذا غنرجع يعني للسؤال وراني عطيتكم الجواب، هو نعم الناس ديال الأحرار كيتمتحنوا في نفس المواد اللي غادي تمتحنوا فيها الرسميون. إذا هنا نستنتج عاوتاني ايضا على انكم غتمشيو تراجعوا فقط دروس اللي داروا الرسميين، داروا دروس ديال الدوره الاولى وشي جوج دروس في الدوره الثانيه. بالنسبه لجميع المواد، اللغه العربيه، الفلسفه، الانجليزيه، المواد اللي غتمتحنوا فيها في البكالوريا ديالكم، صافي. اذا كنتمنى حقيقه ان هذه المساله او السؤال هذا ما يتعاودش انه يتطرح. فقط في كيكون الاختلاف، كيكون الاختلاف فقط في المسلك، صافي. المسلك ديال العلوم الانسانيه ماشي هو المسلك ديال الاداب، صافي. دونك هذا هو اللي كيكون يعني الاختلاف. اما حوايج اخرى بالنسبه لكم يعني الرسميين والاحرار فهو نفس الشيء. اتمنى حقيقه ان هذه المساله تكون واضحه بالنسبه لكم، وما تعاودوش تطرحوا هذا السؤال. والى الحلقه القادمه ان شاء الله.